ممثلون في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية أنشأوا منظمة الأصوات المتحدة لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الدبلجة. اعتبرت المنظمة التقنية تهديداً لها لقدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء أصوات رقمية مطابقة للأصوات البشرية. منظمة الأصوات المتحدة ترفع شعار لا تسرقوا أصواتنا، وتحذر من الاستخدام غير المنظم للذكاء الاصطناعي. تتزامن الحملة مع انتشار منصات عاملة بالذكاء الاصطناعي تقدم خدمات مقابل مبالغ زهيدة مقارنة مع ما يتقاضاه محترف الدبلجة. إحدى المنصات قالت عبر موقعها إن الخدمة لن تستبدل الأصوات البشرية، لكنها تقدم بديلاً فعالاً من ناحية التكلفة. وبإمكان الذكاء الاصطناعي استعمال صوت الممثل وبعدة لغات مع طريقة نطق محترفة مشابهة للممثلين المحترفين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.